السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه البسبوسه هذه اللي كتجي لذيذه ورائعه، والتحضير ديالها ساهل وبسيط، وملي غادي تذوقوها ما غتبقاوش تقدروا تستغناو عليها وما غتبقاش تخطاكم ان شاء الله في المواعيد الرمضانيه ديالكم. كتجي معلكه غزاله وما فيها لا بيض ولا ياغورت. دابا ما غنزيدش نطول عليكم وغادي نخليكم على الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج لهاد البسبوسه هما هادو كيف ما كتشوفوا. العبر دائما بالكاس ديال العنبه، هاد الكاس هذا عندي كعاد الكاس ديال العنبه. هنايا عندي كاس ديال الحليب المركز المحلى، وعندي هنايا جوج الكيسان السميده غليطه، وهنايا عندي كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت. بالنسبه للزيت ممكن تستعملوا كاس ديال الزيت او كاس ديال الزبده او كاس مخلط بين الزبده والزيت. وعندي هنايا القليل من ماء الزهر، يعني غير ربع كاس، عندي هنايا غير ربع كاس. وهنايا عندي واحد الكاس ديال اللوز، ممكن تعوضوه بالكوكو. وبالنسبه لللوز عندي هنايا انا اللوز يعني محمر، ممكن تعملوه محمر، ممكن تعملوه خضر، ممكن تعملوها بالقشور ديالو، ممكن يعني تحمروه بالقشور، يعني ممكن تعملوا اي طريقه سهلت عليكم. كيف ما كان عندكم نوع ديال اللوز تقدروا تعملوه. وعندي معلقه الخميره ديال الحلوى. بالنسبه لللوز هنايا كيف ما كتشوفوا انا يعني حمرته كيف ما شفتوا، وطحنته بودره، وعملته ديريكت في المول اللي غادي نستعمله. المول ما دهنته ما حتى شي حاجه، يعني هيداك بلا ما تدهنوها لا بزبده لا بزيت. دابا غادي نكب غير النواشف كما تشوفوا، غير اللوز والسميده والخميره، وغادي نخلطهم مزيان مع بعضيتهم، عاد غنقوز باش نكب السوائل. الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى. دابا غادي نخلطوا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا كنحاول ديك الكويرات ديال اللوز يعني نضغط عليهم باش يتخلطوا مزيان، لان اللوز طحنته مزيان حتى تعلق. ماشي ضروري يعني تتعلقوا، غير تطحن مزيان وصافي. انا تطحن لي بزاف، المهم هنايا كنحاول يعني نضغط على ديك الكويره ديال اللوز باش يتخلطوا باش يتجانسوا مع الخليط. كما كتشوفوا القوام ديال البسبوسه كيجي شبه سائل، يعني ما خصوش يجي ثقيل. اذا زعما خليتوها هيدا على جنب وتقالت معكم، خصكم ضروري تزيدوا لها الحليب تترجع على هذا القوام هذا، اذا جات ثقيله ما كتجيش مزيان. دابا من بعد ما خلطتها مزيان غادي ندخلها للفرن على 150 درجه الحراره غير من الاسفل حتى تحمر معنا يعني الجوانب، وهانتم غتشوفوا شنو غنعمل. دابا مباشره من بعد ما دخلت البسبوسه ديالي للفرن غادي نقز باش نعدل السيرو. عندي هنايا جوج ديال الكيسان ديال السكر وجوج ديال الكيسان ديال الماء والقليل من المزهر، يعني ربع كاس من المزهر، وملعقه الزبده باش كتخلي لنا اللمعان في البسبوسه. كما كتشوفوا غادي نعمل السكر، غادي نضيف له الماء والمزهر والزبده، وغادي نعملهم على نار يغلو لمده، يعني ملي يبدا الغلي يغلي القطر ديالنا غادي نخليوه 10 دقائق وغادي نطفيو له.
دابا من بعد ما البسبوسه ديالي يعني تحمرت من الجوانب، انا فوتت واحد شويه في التحمير. يعني نتوما غير تحمر لكم الجوانب وتشوفوا السطح ديالها يعني طاب واحد شويه، ولكن يكون باقي ما تحمرش. هنايا غير في الصوره كيظهر لكم يعني شويه محمر، يعني شويه محمر، ولكن المهم نتوما انا قلت لكم يعني غير تحمر من الجوانب، خرجوها وقطعوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وعاود غادي نردها من الفران باش تتحمر. هذه الطريقه هذه كنعملوها باش السيرو يعني باش طيب مزيان والسيرو يعني يدخل فيها مزيان. صافي دابا هنايا من بعد ما غادي نكمل بالتزيين ديالها غادي نعاود نردها من الفرن حتى تتحمر. دابا طبعا بالنسبه للحراره غير من فوق. ها هي دابا من بعد ما خرجتها من الفرن يعني بعد ما تحمرت كما كتشوفوا، هاد السيرو هذا يعني خصو يكون بارد، يا اما السيرو يكون بارد والبسبوسه سخونه او العكس، يعني ما يمكنش يكونوا بجوج بيهم باردين وما يمكنش يكونوا بجوج بيهم سخونين. كما كتشوفوا غادي نكب نصف الكميه السيرو حتى تدخل يعني ديك تشرب ديك السيرو كامل كما شفتوا، وعاد غادي نزيد نكب النصف اللي بقى لنا، وعاود غادي نخليه حتى يتشرب السيرو كامل ونخليها تدبرت تماما. عاد غادي نقطع يعني هادو من الاحسن هاد البسبوسه توجدوها يعني في الصباح وتخليوها تبرد على خطره حتى المغرب، وقطعوها ونزلوها في المائده ديالكم. ها هي دابا من بعد ما تشربت معنا السيرو كامل كما شفتوا غادي نعاود نقطعها وغادي نعملها في طبق التقديم. وهذه كانت هي البسبوسه ديالنا كما شفتوا، يعني الطريقه سهله وجد مبسطه، يعني ما غادي تقدروش يتستغناو عليها وما غادي تعكزوش عليها لان الطريقه سهله كيف ما شفتوا. والمذاق غنخليكم حتى تجربوها وتذوقوها لان كتجي غزاله معلكه ولذيذه، انا كنقول لكم ما غادي تبقاوش تقدروا تستغناو عليها. وكما العاده ما تنساونيش بالتعليق ديالكم الايجابيين واللايكات ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه كنرحبوا بهم، واذا عجبتكم القناه ما تنساوش تضغطوا على ابوني او سبسكريبير او اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. في الفيديو اللي ماجي